مباشرة اللي في المركز الاول ارى من تسيطر مع البداية مع المقدمة ومع الصدارة مع المركز الاول تاتي بهذا التقدم وضحة تعود الملكية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا وضحة مع المركز الاول ثاني المراكز اللي في المركز الثاني تقدمت مباشرة واحتلت المركز الثاني من الجانب الآخر أرى هناك مشاهدين الكرام تقدم ممتاز ووصولا وقدوم في هذه اللحظات من همس محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان من يقدم لنا هذا الاسم نقلة مباشرة للمركز الثالث اللي في المركز الثالث تقدمت في هذه اللحظات وأتت مشاهدين الكرام خداعة علي بن خلفان بن خصيبه الظاهري الدور مع المركز الرابع رابع المراكز اللي في المركز الرابع بيان تعود الملكية علي بن ضبيب بن سعيد الدرعي من يقدم لنا بيان انتقل مباشرة اللي وصلت في هذه اللحظات وغيرت مباشرة إلى المركز الثالث هنا مشاهدينا الكرام تتقدم بهذا المسار وبهذا الوصول تصريح عبد الله بن محمد بن عويضان العامري من يقدم هذا الاسم انتقل مباشرة إلى المركز الرابع رابع المراكز وصول من سلطة تعود الملكية عاطف بن عطية بن حسن القرشي من يقدم هذا الاسم مع المركز الخامس المركز السادس اللي في المركز السادس تصل مشاهدينا الكرام الذيبة مسلم بن حمد بن سعيد العامري النقلة مباشرة إلى المركز السابع ووصولا وقدوم في هذه اللحظات من الغزيل عبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفز الشامسي ثامن المراكز تدخل ممتاز ووصولا وقدوم هناك اللي هي خداعة علي بن خلفان من يقدم هذا الاسم وأيضا مشعل تعود الملكية لصالح بن خيري بن مسلم آلي نيبي أما اللي في المركز التاسع من تاتينا وتتقدم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام هناك اللي وصلت وأتترى اللي هي جبار عبد الله بن سالم بن محمد بن الخن العفاري هكذا النتيجة هكذا النداء الأول نعود حيث البداية نعود إلى الأبكار المهجنات الأصايل مقدمة الشوط مباشرة أرى اللي هي تصريح تصريح في مقدمة الشوط مع المركز الأول عبد الله بن محمد بن عويضان العامري ولكن اللي غيرت مع الصدارة واحتلت المركز الأول في هذه اللحظات تاتي اللي هي الذيبة الذيبة مسلم بن حمد بن سعيد العامري غيرت مع المركز الأول ثالث المراكز اللي في المركز الثالث تاتينا مشاهدين الكرام هناك شعارك الصعب من يقدم هذا الاسم والانطلاق لهمس محمد بن سلطان بن مرخان من يقدم لنا همس مع المركز الثالث المركز الرابع رابع المراكز الوصول والقدوم في هذه اللحظات من تتقدم مباشرة وتاتي مشاهدين الكرام أرى اللي هي بيان علي بن ضبيب بن سعيد الدرعي الكل تقدم الكل انطلق من أجل الفوز والناموس والوصول إلى الانتصار القادمة الواصلة في هذه اللحظات من تاتي مشاهدين الكرام أرى اللي هي التماس عبيد بن رملي بن محمد العامري أول ذا على التماس هناك القادمة الواصلة في هذه اللحظات فنون والقادمة ايضا الواصله تعود الملكيه لفنون عبد الله بن طالب بن شريم وهناك ايضا من تحمل رقم ثلاثه من تصل لغزيل عبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفز الشامسي وصول وقدوم في هذه اللحظات من حدث راشد بن محمد بن سلطان بن رشيد السويدي عسيله سعيد بن احمد بوعوانه المنصوري هكذا الاسامي هكذا الاسامي هكذا الانطلاق هكذا التجمع نخبه من النجوم من الابكار المهجنات الاصايل وين الموقع الكيل ونصف الكيلو نعود حيث البداية نعود إلى مقدمة الشوط الذيبة الذيبة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مسيطرة بكل قوة وبكل جدارة مسلم بن حمد بن سعيد العامري من يقدم الذيبة مع الصدارة مع القيادة مع المركز الأول المركز الثاني اللي في المركز الثاني مشعل تعود الملكية من يقدم هذا الاسم ويقدمها لنا صالح بن خيري بن مسلم آل نيبي
الحليبي يا سلام، وهناك أيضا حدث راشد بن محمد بن سلطان بن رشيد السويدي، والعشوط الأبكار بن شريم قادم، هنا تقدم الكل، انطلق الكل، عزيل سعيد بن أحمد بوعوانه المنصوري، ونعود حيث البداية، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى الذيبة، 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 الذيبة مشاهدين الكرام من تاتي، وهناك أيضا أرى اللي هي دمعة، دمعة مشاهدين الكرام، ما يبنى الهطاري سعيد بن منانة من يقدم دمعة، دمعة والذيبة، الذيبة ودمعة، منطقة الأعلام، انطلق الكل من المشاركين، وهناك أيضا يوسلوب، يا سلام اللي قادمة مع المركز الثالث حدث، وهناك أيضا الشاهنية مبارك بن محمد بالعصري الخيلي القادمة الواصلة من تاتي اللي هي تكريم راشد بن مبارك القربوع المري، ولكن نعود مع البداية تحمل الرقم واحد، حدث، حدث مشاهدين الكرام، الذيبة، دمعة، وأيضا مشاهدين الكرام هناك أرى اللي هي تكريم، ولكن الذيبة، 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 انطلقت مشاهدين الكرام لناموس هذا الشوط لفوز وإبداع، لانتصار على هذا الإبداع من يقدمها لنا مسلم بن حمد بن سعيد العامري، غادرت الذيبة، انطلقت لناموس هذا الشوط، سلام العامري، سلام، سلام الذيبة، سلام، سلام بو حمد، مسلم بن حمد بن سعيد العامري، لحظة الوصول إلى خط النهاية، المركز الثاني من وصلة مشاهدي الكرام، حدث تعود الملكية راشد بن محمد بن سلطان رشيد السويدي، المركز الثالث دمعة لسعيد بن منانة، المركز الرابع من وصلة مشاهدي الكرام، في رابع المراكز كان من نصيب المركز الرابع تكريم راشد بن مبارك بن حمد القربوع المري، المركز الخامس من وصلت مع المركز الخامس الشاهينية لغفان بن محمد بن غفان القابري، هكذا كانت النتيجة، تهانينا والناموس. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصول الذيبة إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس، مهدي مسلم بن حمد بن سعيد العامري، هذا الانتصار، هذا الإبداع والفوز، لحظة الوصول إلى خط النهاية، قاطع المسافة في زمن وقدره 7 دقائق 23 ثانية 6 من الأجزاء، تهانينا لمسلم بن حمد بن سعيد العامري على هذا الفوز والإبداع والانتصار. المركز الثاني من وصلة مشاهدي الكرام، حدث تعود الملكية من قدمها لنا، حدث التوقيت الزمني 7 دقائق 24 ثانية، 7 من الأجزاء، تهانينا لمالك حدث راشد بن محمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثالث دمعة لسعيد بن منانة، وقطعت المسافة في زمن وقدر مشاهدينا الكرام، التوقيت 7 دقائق 24 ثانية 8 من الأجزاء، تهانينا لسعيد بن منانة من قدم لنا دمعة مع المركز الثالث، هكذا كانت النتيجة، تهانينا والناموس، والكلمة للزميل حمد بن طويرش الوهيبي.